يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم راح أشرح بشكل سريع طريقة تغيير نغمة الآيفون ووضع بدالها أو إنه نحط نغمة أو مقطع موسيقي خارجي أو مقطع من أغنية أو أي شيء بدنا إياه ما يكون من النظام نفسه، يعني نحط نغمة أغنية إحنا بدنا إياها. راح نحتاج فقط متصفح سفاري، وكمان نحتاج برنامج اللي هو جراج باند، طبعا هو بيكون مثبت بشكل مسبق على أجهزة الآيفون، إذا ما كان مثبت عندك ابحث عنه في الأب ستور ونزله. الآن أول خطوة بنروح على متصفح سفاري، بعدين بنروح على موقع اليوتيوب وبنبحث عن الأغنية أو مقطع الموسيقى أو إلى آخره اللي بدنا إياه نعمله نغمة أو اللي بدنا نعمله نغمة، بنختار المقطع بنفتحه، بعدين بننسخ الرابط الخاص بهذا المقطع. بعد ما ننسخ الرابط الخاص بهذا المقطع بنروح بنفتح تاب جديد. بعد ما نفتح تاب جديد بنبحث عن موقع عشان نحول فيه المقطع لمقطع MP3، بنكتب YT بعدين MP3 بعدين .cc وبنبحث عن الموقع هذا بالذات، هي اسمه فوق على الشاشة ytmp3.cc، وبننتظر لحد ما يحمل الموقع، بعدين تظهر لنا في هاي الشاشة. الآن بنحط هون الرابط اللي احنا نسخناه، بعدين بنضغط على convert. بعد ما يخلص بنضغط على download، طبعا راح يفتح لنا صفحة إعلانات، بنغلقها وبنرجع للموقع نفسه، راح تطلع لك هاي التبويبة أو الرسالة اعمل داونلود، راح يتحول عندك المقطع بنزل هون هاي زي ما انت شايف في التنزيلات. طبعا عشان تعرف وين المقطع اضغط على إشارة السيرش هاي راح يحولك على الداونلودز. الآن بنفتح برنامج جراج باند في هاي الطريقة، وبعدين بنبحث عن خيار الأوديو ريكوردر. بعد ما يفتح معنا خيار الاوديو ريكوردر بنضغط على الايقونة الثالثة من الجهة اليسار اللي هي زي صورة مصفوفات، وبنضغط عليها عشان يحول لنا لهذا المظهر. الان بعد ما يحول لنا هذا المظهر بنضغط على الايقونة اللي شبه دائرية من الجهة اليمين الثانية من جهة اليمين، ورح تطلع لنا هاي الشاشة، بعدين بنضغط على فايل، بعدين بنضغط browse items from the files app، بعدين بيظهر لنا الأمور أو المقاطع اللي إحنا نزلناها، بنضغط على المقطع اللي بدنا نعمله أو نحوله لنغمة رنين، وبننتظر لحد ما يظهر لنا هون. بعدين بنضغط عليه ضغطة طويلة وبنسحبه لهاي الشاشة. بعد ما نسحبه بنضغط على صورة الزائد الصغيرة برضو على اليمين، وبنختار من سكشن A، بنحول عدد البارز لـ30 ثانية تقريبا، يعني هو أفضل إشي. الآن بعد ما حولنا لـ30 ثانية صار عنا المقطع جاهز. طبعا أنت بتقدر تصغر أو تزيد أو حتى تتحكم في بداية ونهاية المقطع، أنا راح أخليه زي ما هو. بعدين راح أضغط على صورة السهم اللي موجود في الزاوية اليسار، بعدين راح أضغط على My Songs، بعدين راح يطلع لي بهاي الطريقة، بضغط على الاسم الخاص فيه، وبعدين بعطي اسم مثل رينج تون مثلا، راح اسميه اسم سريع بهاي الطريقة، بعدين راح اضغط عليه ضغطة مطولة، راح يطلع لي مجموعة خيارات، راح اضغط على شير، بعدين راح اختار رينج تون، بعدين راح اعمل لو قال لك هاي مش مشكلة اعمل كونتينيو ما في مشكلة، بعدين بضغط في اخر اشي بعد ما اعطيه اذا بدي اعدل الاسم بعدله، بعدين بضغط على اكسبورت، بنتظر لحد ما يخلص exporting as a ringtone، بنتظر لحد ما تنتهي عملية الاكسبورت، بعدين بضغط OK وبطلع من الجراج باند كله، وبروح على الاعدادات، بعدين sounds، بعدين ringtone، بعدين بنزل لفوق بلاقي النغمات اللي انا اخترتهم هاي ringtone 2، وهيك بكون انا غيرت النغمة بدون كمبيوتر وبدون جيل بريك وبدون اي امور ثانية. يعطيكم العافية.